من مقاصد الشرع، وأنا أقول من لأن من تفيد التبعيض ولا تفيد الحصر، من مقاصد الشرع في الصيام تغيير الطباع واكتساب أحسنها. ولذلك فإن المرأة إذا كان صائما فإنه يدع شهوته ويدع محبوبه ويدع مرغوب نفسه لامتثاله أمر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشهوته لأجلي، يدع طعامه وشهوته لأجلي. إذن فهذا الصيام فيه تغيير للطباع التي طبعت عليها القلوب، إذ من طباع القلوب أنها تحب هذه الشهوات وترغب بها وتأنس بها، ولربما تركت بعض منافع البدن لأجل اكتساب هذه الشهوات. فيأتي الصيام الواجب منه والمندوب والمنذور فيطبع هذه الطباع ويغيرها ويكسبها محاسنها. وقد جاء عند البيهقي في الشعب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب وعن الحرام، ولا يكن يوم صومك كيوم فطرك سواء. انظر لهذا الأثر العظيم، كيف أن المرأة في أثناء صومه يكتسب الطباع الحسنة ويكتسب ترويض النفس وتغيير الطباع. ولذا فإن المرأة يكتسب في هذا الصوم ترويض نفسه وعدم استمرارها على ما ترغب، ولا أن تكون كالبهائم كلما رجت أخذت وكلما اشتهت اشترت وأكلت، كما قال عمر رضي الله عنه لجابر.